ديما اللي عم تقولي ممتاز، انا بحب روح دغري على الارض واعرف شو نوع الشركه اللي عملوها جايال واصحابها، هيك بنلمس الاشياء ونشوف شو كان في صعوبات. هل كلكم هيك كنتوا على بركي فكر واحد ولا تجاذبات؟ اوكي، اول شيء الشركه تبعنا سميناها فيفث ويل لانه المنتج تبعنا كان اسمه كارميت للسياره، يعني الدولاب الخامس. الدولاب الخامس، يعني نحن المنتج تبعنا مهم لازم يكون بالسياره. أوكي. وعملنا اول شيء اللي كثير نحن بننبسط فيه انه كانت هاند ميد، نحن عملناها نحن 26 واحد قصينا جلد ولزقنا لطلعت معنا هيدي. حلو، ها هي. اوكي. نحن عملناها ونحن رسمنا كيف رح يطلع شكلها. ديبارتمنتس كان في ديزاين تيم كان بيهتم بكل شيء خاصه بالديزاين. اوكي. حطينا فيها ايمرجنسي كارد، مثلا ارقام المستشفى اذا صار شيء. حطينا ميني فيرست ايد كيت، حطينا فيها يعني كل شيء معقول انه يستعمل، قصص صغيره لتنظم السياره بدل ما انه نكبهم هيك حيال لمحل. وبينحط في مجال مثلا شيء امتي بوكيت لحتى إيه؟ انا اذا عندي شيء بدي يعني هو انا حسيت بينحط فيها سيديات اذا واحد انقطع بالسياره بيسمع ميوزيك وبيسمع. يعني نحن حطينا انه عملناها بشكل صغيره تساع وين ما كان، وبذات الوقت بقلبها يساع فيها اغراض. يعني هو اذا خلصوا بينحط فيها حيال شو ما بده. انتوا حاطينهم هلا على سبيل المثال لان علقوا انه العلكه ليه؟ شو ضروري؟ لانه هي نحن عملنا ماركت سيرفي يعني قبل ما نعمله. مثل استفتاء. نعم. سالنا العالم اذا عايزين شيء هيك، سالناهم اذا اشتروا شو بحبوا يكون في بقلبها. ويلي طلع معنا من بعد هيدا الاستفتاء هو انه كل هوليلا. بتعرفي ريسنتلي قد ما عم شوف مثلا اللي عم بتشيل حواجبها هي وعم بتسوق مثلا بعجقه السر، واللي عم بتحط الحمراء يعني بعد شوي كان لازم تعطي الفسفوسويت بالميك اب كيت هون بركي حتى نقول انه لازم الواحد كثير ينتبه على السواقه وما يتشتت افكاره. انت اخذتي حصلتي على الجايزه بالمغرب. نعم. نحن رح ننتقل بالصوت والصوره ونشوف الفيلم، نرجع بعدين على الاستوديو ونحكي. To save you a bit of time, I'm just going to go quickly through the top four companies in random order. شام دي بوتي من المغرب. شام دي بوتي من المغرب. Right after this, I'm going to go and take a French lesson because obviously I'm really bad in French. Vintage Revolution, Egypt. Vintage Revolution, Egypt. Grow Green, Palestine. Grow Green, Palestine. Fifth Wheel, Lebanon. Fifth Wheel, Lebanon. This winning company, like the rest of the companies, was very creative and innovative. But on top of that, they also created the products from scratch. Everything was handmade, and they demonstrated. And the winner is Fifth Wheel Lebanon. Fifth Wheel Lebanon! ألف مبروك. ألف مبروك Fifth Wheel Lebanon. يعني كمان نحن حسينا كأن نحن موجودين وكأن أخذنا الجائزة بمجرد ما نذكر اسم لبنان. الكومبيتيشن أو بالآخر التصفيات سمعنا أنه أربعة كانوا، شو كان في أفكار هيك تنعطيها للمشاهدين عن شركات تانية منافسة؟ كان في تبع مصر كانوا عاملين ريسايكلينج من البيلبوردز وكل شيء، يعني بينكب وبيروح، يعني ما بي إعادة تدوير الأشياء. إيه، عملون مثلا ساكيت كل شيء إنه كل شيء أكسس ما يعني استعملوا الأشياء. أكشلي الشركة المصرية كان فعلا هنا ربحوا ذا موست انوفيتيف برودكت، أكثر منتج خلاق. لأنه مش ريسايكلينج حيالله شيء مثل ما بنسمع عادة، أخذوا قالوا إنه مثلا في ناس بيعلقوا بوسترز مثل اللي عندنا مثلا بيلزقوا وقت الانتخابات أو شيء، كل هول بدل ما ينكبوا أخذوهم أند ذي ريسايكل ذم بحد ذاتهم يعملوا منهم برودكت ثاني. مثل شو طلع معهم؟ كان في ساكيت، كان في من ورق؟
من ورق ويحطوا عليهم يعني بطريقه معينه لانه تكون مرتبه يعني with glue for example يصير الورق سيام منه. بس الفكره موجوده بكثير اشغال يدويه بلبنان يعني بنحس اوقات بنشتري شغلات مثل فازات مثل اشياء معمولين كمان من الورق ومن الجرايد يلي بتنكب يعني فعلا مش هيك ما ربحوا عم نتصور لان شيء موجود. شفت كيف قاعد ساكت عماد بس حتى يقول الاشياء المهمه يعني مش عم نخلي الستات بس يحكوا رح نرجع نسمع صوتك. يمكن أوكي. اذا بنقدر نورجي البرودكتس يلي عملوهم بالشركه فعلا كانت اشياء ما كنا شايفين منها قبل يعني أوكي. شايفين اشياء ريسايكل بس كانوا عاملينهم like بطريقه خلاقه فربحوا ذا موست انوفاتيف برودكت. اوكي بدي اقول شغله بس انه يعني كان في 13 دوله وكان كل دوله عندها مثل هي مثل مصر كان عندهم برودكت او مثلا برزنتيشن او حاله شيء كثير بيميزهم ويعني هيدا الشيء كثير مهم لنا لانه قدرنا نربح وقدرنا نفرجي انه لبنان عنده هيدا الكاباسيتيز هيدا القدره. عماد بدي قبل ما نرجع ننتقل لنشوف شيء ثاني بس بدي اعرف منك بتجربتك يعني اكيد سنوات طويله ومنتقلت من خبره يمكن شخصيه والحواليك خليتك تشتغل اكثر مع انجاز، شو اكثر شيء حسيته عن جد هيك ملفت بمعهد الطلاب؟ شو اللي بعدك ما فيك تنسيه تنقول أو حابب تركز عليه؟ بإنجاز بتصوري في شيء كثير مهم هو المهارات الشخصية لأنه عندنا نحن توجه إن كان بالمدرسة أو بالجامعات نشتغل كثير على الشق التقني أو الأكاديمي من الدروس أو الفكرة إذا بدك أو الفكرة بس يوم بحيلا شغل عم نشتغله بنعوز كثير مهارات شخصية يعني الإنسان عنده مهارات مثل مهارات التواصل التقديم شغل ضمن فريق ضمن مجموعة كلهم هو يعني اليوم سيفيز انا بيجيني كثير سيفيز اذا طالب شغل بتلاقي اوقات بيشبهوا بعض يعني نحن في جزء بانجاز بنشتغل على تحضير السي في او السيره الذاتيه صاروا تقريبا بيشبهوا بعض يعني اليوم على الانترنت فيك تعملي احلى سي في وتجي تقدميه في فورما هلا بنشتغل كثير على الجوب انترفيو مقابله العمل هيدي بتبين الانسان فريمون هو عن مهاراته وعن قدرته يعني الانسان كانسان نرجع نركز على الانسان كفرد وكتقني كمهارات عنده اياها ليقدر ينجح بشيء. انا بس عندي فكره بالنسبه للانتربرينور شيب مش ضروري واحد يعمل شركه لحاله تحت يكون انتربرينور بيقدر يكون انتربرينور بمجال عمله حتى لو كان موظف بشركه يعني بيقدر الموظف بشركه يعتبر هالشغل كانه شغل له كانه ملكه صح وهيك اليوم غير هيك الموظف ما بيتطور مزبوط. يعني مش كل الناس فيها تفتح حسابها مثل ما بنقول بالدارج ما نصير موظفين دولة يعني بيقولوا كيف مثل موظفين الدولة صاروا انه على القد ومش كأنه شيء بخصه يا ريت والله لسوء الحظ لسوء الحظ انه الأكثرية التوظيف عندنا بتفكيرنا بلبنان هو صار عندنا هالصورة لموظف الدولة بينما هالطمأنينة شو ما عملنا رح نقبض آخر الشهر ايه يعني هيدي الهدف هو المعاش وبعدين من بعد المعاش بنبلش ننق وبنبلش نعتل هم وكيف بدنا نظبط وندور الزوايا لازم يكونوا شركاء دائما بكل شغل واحد ساعتها بده يكون مبادر بده يكون مبادر مثل البورسنتاج اذا كان ببيع يعني ساعتها غير معاش من تحت الارض بده يلاقي زبون مثلا نحن رح نرجع لاجواء مراكش في عندنا كمان صور عن الشخصيات لما طلعوا على المسرح كمان بنشوف نحن وياكم نبدا بالشيخ خالد بن زايد ال نهيان رئيس مجلس اداره انجاز هلا عم يطلعوا على المسرح هلا فيك تشرح عنهم الاشخاص اللي هلا عم يطلعوا هن كانوا شقفه من التحكيم يعني كانوا هن من الاشخاص يلي حكيوا مع التلاميذ وشافوا شو المنتج تبعهم وقرروا مين الشركات الربحانه اوكي من لبنان يعني في اشخاص من الموجودين هلا عم يطلعوا المسرح كانوا موجودين هون بلبنان وعند بسن جوزيف تنقول تحديدا لا لا هيدا لجنه التحكيم على صعيد انجاز العرب اوكي بلبنان كان في على لجنه التحكيم مسيو ميشيل فتال كان في مسيو ياسر عكاوي وكان في مسيو رمزي ابو سمح هدول كانوا الحكام بلبنان اللي هم قرروا انه الفيفث ويل بتمثل لبنان هنيك هلا بتصور شفنا طلع اليو اس سكرتري اوف ستيت خوسيه فرنانديز كان موجود مس سوريا صلتي هي الفايس بريزيدنت لانجاز العرب هلا كمان عم تطلع قد ايه بقيوا البرودكتس بين ايديهم حتى عن جد يعطوا الحكمه الصائب يعني قبل قد ايه وصل لهم الفيفث ويل وغيره وغيره الحكام للحكام اللي شفناهم في اربع فيزز بيتحكموا عليهم التلاميذ فاذا اول شغله بنبعث قبل باسبوعين للحكام الانيوال ريبورت بقلب الانيوال ريبورت الشباب بيكونوا محاضرين كل الجيرني تبعهم ماركتينج وايز كيف عملوا التسويق مش بس على الريزلتات لا لا ابدا الفاينانسز كيف كانت كيف عملوا فاذا بيشوفوا الانيوال ريبورت قبل باسبوعين هيدي اول فيز ثاني فيز عندهم ابوث
فبدهم يعرضوا البرودكت تبعهم بطريقه خلاقه وبيمرقوا الحكام لعندهم على البوث تلاميذ يخبرون على البوث. هاي ثاني فيز. ثالث فيز اذا بابليك برزنتيشن بيكون في 200 300 شخص بيطلعوا تلاميذ وبيخبروا عن البرودكت تبعهم لايك سيلز بيتش، انه اذا هلا بدهم يلاقوا انفستور شو بدهم يقولوا تهلا يقنعوا ممول. انا بفكر اذا شي حدا يعمل شركه وياخذ 800 دولار بيقولوا انكسرت، هاي بيكون اول طريق نحو النجاح. ما بعرف جايال لان الوقت انتهى، بدي اعرف شو التخصص اللي رح تفوتي فيه من بعد هالتجربه الناجحه باداره الشركه. اوكي انا يعني كنت بحب البزنس، بسمع انه حلو هين بالجامعه شوي، ما بعرف يعني بسمع من العالم يلي بيجربوا يلي بيشتغلوا، بس ماني متاكده عن جد اذا بحبه. من بعد التجربه يلي خلتني عن جد اعرف انا شو بحب واعرف انا مهاراتي وانا شو بقدر اعطي، يعني في يعني اشتغلت حتى قبل ما فوت على الجامعه، معرفت انه عن جد بحب البزنس وبحب هيدا المجال، بحب احكي مع العالم، بحب كل شيء خاصه بالبزنس، وان شاء الله اقدر افتح شركه يعني من بعد انا سمعت المدرسه كمان. انا سمعت بغير مقابل لك بتكفي هيدي الشركه، ليه عم تغيري رايكم؟ لا اسرار مهنيه. هي انه هالسنه عنا ترمينال يعني ما بدنا نركز عليها، بس لبعدين عنا كثير فكر هيدي الشركه وغيرها، انه قدرنا يعني نحن 26 واحد نطلع بمليون فكره يعني ان شاء الله نقدر نعمل بعدها فاتحه الشركه اذا بدنا نوصي على بضاعه. هي اذا بدك نعمل هيك سبيشال ريكويست. اكيد دائما معك ايمان، في شيء بتحب تضيفه بالاخر؟ انا بدنا نتشكركم، نحن كل طلعه اعلاميه بتساعدنا انه نوصل اكثر نوصل فكرنا اكثر للقطاع الخاص وللمدارس وللاهل وللتلاميذ. انا بتصور هذا الشيء بيعني الكل، بيعني لبنان كوطن ككل. اي طبعا ديما كنت عم تقولي بس اخر شغله حابه اشكر عماد شخص متطوع مع انجاز من سنين لورا، بدي اشكره واشكر ال 200 متطوع يلي كانوا معنا السنه الماضيه من مؤسسات القطاع الخاص، من المؤسسات المختلفه اللي بيعطوا وقتهم وبيعطوا من قلبهم تيقدروا يوصلوا هذه الافكار للتلاميذ، لانه ولا مره بنقدر نحن يكون عندنا استاذ يوصل فكره مثل ما عماد يلي كان عم يحكي اليوم بالمقابله، الاشياء اللي عم بيقولها هيدي هي الاشياء عيشة اللي بتنقال بالصف، فهيدي هي الاشياء اللي بيعيشها مع الشباب، فبدي اشكره واشكر كل المتطوعين مع انجاز. نحن مع هالكلمات اللي عن جد قدروا يختزلوا كل شيء بنقلكم بالتوفيق، صحيح من 2001 ل 2010 في 9 سنين، مش المهم السنوات، المهم عن جد النتائج اللي عملتوها اللي اكيد ابدعتوا فيها من خلال طبعا جيال. بدي اقول ديما خوري بالتوفيق، جيال فغالي كمان اهلا وسهلا فيك، وعماد عاصي ان شاء الله بتضلك بهالهمه، اهلا وسهلا فيك. موفقين، وهيك تجربتكم بتحمس كثير من الطلاب ياخذوها بجديه ويحصدوا الجوائز. يعني مثل ما شفنا اشغال يدويه بسيطه وصلت لجائزه بمراكش، ونحن عندنا بعد بريك اعلاني اشغال يدويه من ايمان الرمح، فخليكم معنا.